انت تقدر تعمل محتوى، سواء المحتوى ده خاص بيك او حتى تبيعه على مواقع الخدمات باسهل طريقة. بص كده، تقدر تعمل فيديو زي ده بكل سهولة. Once upon a time, in a small village, nestled at the edge of a dense jungle, there lived a curious little boy named Oliver. وهتعرف كل الخطوات، وهتكتشف انك مش محتاج اي خبرة او مهارات علشان تعمل الشغل ده، وكمان الطريقة كلها مجانية تماما، يعني مش هتكلفك اي حاجة، وهتقدر تعمل الشغل ده من اي جهاز متاح معاك. وكل المواقع اللي هتستخدمها في الحلقة دي شرحتها قبل كده بالتفصيل، يعني تقدر ترجع للحلقات المفصلة لو قابلتك اي مشكلة في اي موقع. اول حاجة هتروح على تشات جي بي تي، ده بالتحديد بستخدمه في اكتر من طريقة ربحية، وهطلب منه يكتب لي قصة طفل في الغابة، قصة كده عادية خالص. خد بالك، انت تقدر تخليه يكتب سكريبت عن اي مجال انت عايزه، مهما كان التخصص ده او المجال ده ايه، هيديك برضه معلومات، هيبدأ يكتب لك القصة، وخلال ثواني هيكون عندك سكريبت جاهز من غير ما تعمل اي حاجة بنفسك. تاني خطوة برضه على تشات جي بي تي، هطلب منه يكتب لي برومتس علشان يعمل صور للقصة دي، علشان لما اروح لموقع الصور ما اضطرش اكتب انا برومت بنفسي، لكن هو هيبقى جاهز وتشات جي بي تي هيقترحه على حسب القصة اللي هو كاتبها بنفسه. بعد ما يخلص هفتح ملف وورد واحط فيه القصة دي، واحط كمان البرومتس الخاصة بالصور، وكده مهمة تشات جي بي تي خلصت بالنسبة لي، انه عمل لي المحتوى اللي هو السكريبت، وكمان اداني برومتس للصور الخاصة بالموضوع ده. هتروح بعد كده للموقع ده play.ht، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، ده اللي هستخدمه علشان اعمل منه فويس اوفر. من الصفحة الرئيسية اضغط على لوجن، سجل الدخول بحساب جوجل، وهضغط هنا علشان ابدأ اعمل فويس اوفر. هاخد السكريبت كوبي واعمل هنا بيست، واضغط على جينيريت لحد ما يخلص. هبدأ اسمع. Nestled at the edge of a dense jungle, there lived a curious little boy. لو عجبك الصوت اضغط على export project، ومنها هتختار ان هو كملف صوت واحد، وكده خلصت الخطوة التانية. يلا على الخطوة التالتة والموقع التالت اللي هعمل منه الصور الخاصة بالفيديو، وهو الموقع المميز اللي شرحته قبل كده اكتر من مرة في طريقة ربحية، ليوناردو AI. هتلاقي على الشمال هنا فاين تيوند مودلز، واختار اي نوع من الصور اللي انت عايزه. هختار علشان القصة دي دريم شيبر، واضغط على جينيريت. هعمل كوبي للبرومت واعمل له هنا بيست، لكن هتلاحظ هنا ان هو مش قابل البرومت ده، وكويس ان ده حصل، انه ما اشتغلش زي ما انت شايف كده. هعمل بيست للبرومت هنا واضغط على ايديت، والجزء ده بالتحديد وانا بشرح موقع ليوناردو AI وضحت ايه فكرة ايديت، وهبدأ في عمل الصور بالشكل ده، وهنزل الصور على حسب اللي يعجبني، وهعمل كل الصور الخاصة بالقصة بنفس الطريقة، كوبي وبيست وجينيريت، وفي الاخر اعمل داونلود لافضل نتيجة تعجبني، لحد ما اخلص كل الصور الخاصة بالقصة. وشرحت قبل كده برنامج مونتاج زي كاماتيجا وفيلمورا تقدر تجمع الصور مع الفويس اوفر، وهيكون الموضوع سهل جدا انك تطلع نتيجة زي دي. Once upon a time, in a small village, nestled at the edge of a dense jungle, there lived a curious little boy named Oliver. تقدر تستخدم نفس الطريقة دي في عمل قناة على اليوتيوب، ومفيش أكتر من قنوات قصص الأطفال اللي هتعمل فيها نفس الخطوات اللي شفتها حالا. تشات جي بي تي يكتب القصة والسكريبت وكمان اقتراحات الصور، بعد كده موقع بلاي اتش تي او مورف AI هيعمل لك الفويس اوفر، وكل ده بالشريحة المجانية، مش هتدفع اي حاجة، وفي الاخر هتطلع على موقع ليوناردو AI علشان يعمل لك الصور الخاصة بالقصة، وبأي برنامج مونتاج تقدر تجمع كل ده ويطلع زي ما انت شايف كده. وبكده تقدر تعمل محتوى بشكل مستمر، وتقدر كمان تقدم خدمة عمل فيديوهات على مواقع الخدمات بنفس الطريقة. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير، واشوفكم الحلقة الجايه.